السلام عليكم يا شباب صبايا، كيف حالكم اليوم؟ ان شاء الله انا وياكم نحل مع بعض الواجب الاول عشان نراجع الامتحان اللي رح يشمل شابتر 1 و 2 ان شاء الله. انا فاتحه الواجب وبنفس الوقت انا فاتحه التلخيص الملخص اللي منزلينه على الاي ليرنينج. طبعا الملخص اللي منزلينه على الاي ليرنينج موجود فيه زي ما انتم شايفين، موجود فيه كليات الماده المطلوبه، وبرضو كمان في سلايدات برضو كمان مفيدة جدا لتشابتر 1. بدي انا ابلش ما اراجع من ما اراجع من اول موضوع، رح اراجع من موضوع الخوارزميات تحديدا، وتحديدا اللي هي سيكونس سيلكشن اند لوبينج فلو تشارت. خلينا نتذكر لو سمحتوا، نتذكر انواع الخوارزميات. احنا عندنا ثلاثة انواع من الخوارزميات، there are three types of flow charts. في عندنا سيكونس فلو تشارت، سيلكشن اند لوبينج فلو تشارت، خوارزمية السيكونس المتتالية، والسلكشن الاختيارية، واللوبينج الدورانية. وبنعرف انه في عندنا اشكال زي ما احنا عارفين اشكال بنستخدمها للفلو تشارت. في عندنا الشكل البيضوي والمتوازي، وكل واحدة لها دلالة. يعني مثلا الشكل البيضوي لها دلالة start to end، يعني من بلش الخوارزمية دائما بنحط بالستارت بنحطها بشكل بيضوي، والاند بنحطها بشكل بيضوي. الان الشكل المتوازي بنستخدمه للستارت والاند، يعني سوري للانبوت والاوتبوت. يعني مثلا لما نيجي ندخل سين او اكس بنحطها انبوت اكس، بنحطها بشكل متوازي زي هيك. حتى الاخراج زي مثلا تقول برنت هالو، برنت هالو بنحطها برضه بشكل متوازي، برضه برنت اكس، يعني سواء طباعه او ادخال بتحطها بشكل متوازي اضلاع. ايضا الشكل المستطيل، الشكل المستطيل بنستخدمه لجمله التعيين اللي هي عمليه المعالجه. يعني مثلا تقول اكس تساوي 1 او سم بتساوي اكس بلس 1، هاي دائما بنحطها بشكل المستطيل اللي هي عمليه المعالجه اللي هي البروسيسنج. مثلا تقول سم بتساوي اكس بلس 1، هذه يعني. واذكركم بجمله التعيين اللي هي المعالجه، اسايمنت ستيتمنت. جمله التعيين هي جمله بيكون فيها طرفين، يعني مثلا طرفين. For example اجي احكي y تساوي 1، طبعا y بتساوي 1، هاي جملة تعيين لانه فيها طرفين، طرف ال y وطرف 1، وبيناتهم عملية اشارة مساواة. طبعا هاي جملة تعيين لازم ضروري احطها بداخل الشكل، سوري ضروري احطها بالشكل المعروف اللي هي الشكل المستطيل. اوكي ايضا اذا حكيت برضو y بتساوي x، برضو هاي جملة تعيين y بتساوي x، اسفة يعني على الهادس لانه بستخدم الماوس والكتابة فبغلي بشوي. y بتساوي x، برضو y بتساوي x plus 1، برضو هاي جملة تعيين. يعني المهم جملة التعيين بيكون فيها طرفين، الطرف اليسار بيكون هو المتغير، والطرف اليمين بيكون اما ثابت اما متغير اما مزيج من ثوابت ومتغيرات. اوكي فطبعا هذا هو جملة التعيين، وجملة التعيين دائما لازم ضروري اجباري نحطها بداخل مستطيل زي ما انتم شايفين. عندنا ايضا الشكل اللي هو الشرط او الديسيجن او الكونديشن اللي هو اتخاذ القرار، اللي بيكون فيه جملة شرطية مثل اف اكس اكبر من صفر، وبيكون طالع منه يعني بيكون المفروض انه يكون طالع منه سهمين، سهم لليس اوكي وسهم لانه. وطبعا زي ما احنا عارفين انه جوا هذا الشكل بيكون في اتخاذ قرار، زي مثلا تقول اف اكس، سوري تقول اف اكس اكبر من صفر، فهذا طبعا برضو عبارة عن decision. هذا بالنسبة للأشكال، فهاي الأشكال بدنا نستخدمها بالخوارزميات أو بالفلو تشارتس تبعونا. وزي ما احنا عارفين انه الفلو تشارتس تقسم إلى زي ما حكينا، سوري زي ما حكينا تقسم الفلو تشارت الى ثلاث انواع، الخوارزمية المتتالية سيكونس، والخوارزمية الاختيارية سلكشن، والخوارزمية الدورانية اللي هي لوبينج. طبعا رح ناخد اذا رح نبدأ في الواجب بعد ما حكينا عن هذا الكلام، ما رح نبدأ من اول سؤال، رح ابلش من السؤال الثاني اللي هو ضع دائرة، وابلش تحديدا بسؤال رقم 6 ونشوف سؤال 6 شو بقول. Which of the following flowchart templates is used for decision making؟ مين من هدول الاشكال بنستخدمهم في decision making او في صنع القرار؟ صنع القرار مقصود فيه اللي هو الشرط،
decision making، يعني شرط عندك شرط وبدك تسأل سؤال بدك تسأل عنه، فأنه شكل من هاي الأشكال؟ طبعا الشكل أكيد هو B، لأنه إحنا هذا الشكل منحط هنا الشرط، مثلا افترض أنه X أكبر من صفر فهو شرط، فبتسأل هل X أكبر من صفر؟ فبيكون نازل طبعا منه Yes و No، ويس ونو، واليس بتوديك على اشياء والنو بتوديك على اشياء تانية، مثلا على اذا كان مثلا اكس اكبر من صفر، اذا يس بتطبع بوزيتيف او موجب، واذا نو بتطبع نيجاتيف او سالب يعني. فهذه مثلا مثال على امثلة الديسيجن ميكينج. وايضا كمان زي ما احنا عارفين اكيد مش ايه، لانه ايه هادي ايه اللي هي هاي بنستخدمها للبداية والنهاية start to end، وهاي كمان اكيد لا لانه هاي بنستخدمها للبرنت والانبوت طباعة وادخال، وهاي اكيد غلط لانه هاي بنستخدمها لجملة التعيين اللي هو مثل x تساوي 1، فاذا اكيد هي الجواب b. خلينا نشوف هلا سؤال 7 يا جماعة. سؤال 7 بيقول what is the output of the following flow chart. what is the output، دايما لما اجي اسألك سؤال what is the output انتبه كثير منيح على صيغة هذا السؤال اللي هو what is the output، بس نقرأ مثل هيك سؤالي what is the output يعني ما هي المخرجات، فمو معطيني هيو معطينا هذه الفلو تشارت واللي what is the output of this flow chart. نلاحظ انه هاي الفلو تشارت خلينا نصغرها شوي لنشوف وضعها هذه كيف. نلاحظ انه هاي الفلو تشارت اساسا هي خوارزمية يعني اختيارية. كيف عرفنا انه اختيارية؟ فيها start، فيها جملة تعيين. هلا هون فيها سؤال، سؤال في yes و no، واليس والنو نازلين مع بعض وبيلتقوا بنقطة اتصال. وفي سؤال تاني ايضا هي شرط تاني في يس ونو بلتقوا، ما في ولا اي سهم راجع. اذا لو انه كان في سهم راجع لخطوة سابقة كان بطل اسمها selection، كان صار اسمها looping، ولكن ما في هذا الكلام. فهذه الخوارزمية اسمها selection، وكلمة selection يعني خوارزمية اختيارية ليست دورانية. اوكي انا اسفة انه يعني المشكلة انا بكتب بالماوس عشان هيك شوي بطيئة بالكتابة. فطبعا هذه الخوارزمية اسمها selection، خوارزمية اختيارية. رح نحاول هلا نشوف what is the output، what is the output of this flowchart. بس يقولي what is the output، دايما يا شباب صبايا ارجوكم انه يكون معك ورقة بالامتحان، لازم يكون معك ورقة هلا، لازم يكون معك ورقة هلا. اذا ما معك ورقة هلا، ورقة وقلم ودفتر تكتب معي، اعمل بوز للفيديو هلا، وقفه شوي، روح مباشرة جيب ورقة وقلم وارجع لي. يلا هينا وقفنا، وقف الفيديو هلا، روح جيب دفتر هلا مباشرة وقلم واكتب معي وطبق معي. بالامتحان برضو لازم يكون عندك دفتر ورقة وقلم وتكتب كل سؤال، مثلا سؤال واحد يجيك تكتب عليه و بتحل. ما في اشي اسمه نحل بالعين، فيش اشي اسمه نحل بالعين. انا يعني مثلا بقرأ ايك ما بعرفش احل، لازم يكون معي ورقة وقلم اطبق. عندي قدامي هاي الخوارزمية بدي اعرف what is the output. شو يعني كلمة what is the output؟ يعني ما هي المخرجات على الشاشة. وبالتالي لازم اعمل ما يلي، لازم اعمل جدول، وبعتبر انه هذا الجدول هو الذاكرة. ذاكرة مين هاي؟ اللي هي الرام، ذاكرة الجهاز. اوكي وبرسم هذه بس بأسئلة what is the output لازم تعملها، وبرسم مربع وبعتبر انه هو الشاشة، شاشة الجهاز. اوكي طبعا الشاشة ممنوع نروح عليها ابدا ابدا الا في حالة شفنا كلمة print. هلا اذا شفنا كلمة print بس، إذا شفنا كلمة print منروح على الشاشة، غير هيك كل شغلنا لازم يضل على الذاكرة. خلينا هلأ نشوف كيف رح نشتغل، what is the output، ما هي المخرجات. منبلش خطوة خطوة يا جماعة. أول خطوة start. أنا هلأ قاعدة أنا مبرمجة وبحكي مع الكمبيوتر، بدي أشوف الكمبيوتر كيف بده يستجيب معي. بحكي للكمبيوتر start ابدأ، بعدين بقول له x تساوي 5 y تساوي 8. ايش المقصود ب x تساوي 5 y تساوي 8 يا جماعة؟ معناها ولانه هاي جملة تعيين وليست طباعة، بروح الذاكرة بحجز مكان في الذاكرة x وبحط فيها 5.
اكس تساوي 5 معناها اذهب الى الذاكرة واحجز مكان اسمه اكس وحط فيه 5. واي تساوي 8 معناها احجز مكان في الذاكرة اسمه واي وحط فيها 8. اذا انا حجزت الان من خلال جملة التعيين هاي هادي حجزت مكانين اكس وواي في الذاكرة، اكس خليتها 5 وواي خليتها 8. هلا بعد ما خلصنا بدنا نروح على اللي بعده. بعد ما خلصنا هذا الستيب بدنا نروح الستيب اللي بعدها. الستيب اللي بعدها بتقول هل اكس اقل من واي؟ سؤال هذا، هل اكس اقل من واي؟ هل الخمسة اقل من 8؟ شو رايكم الخمسة اقل من 8؟ يس طبعا الخمسة اقل من 8 فيس. هلا اليس بوديني على برنت واي ماينس 6. حكينا البرنت على الشاشة. طيب شو يعني واي ماينس 6؟ واي ماينس 6 يعني 8 ناقص 6. 8 ناقص 6 هي 2. هل الاثنين بنشطب الواي بنخليها 2 ولا بنطبعها 2؟ لاحظ انه هي برنت واي ماينس 6 يعني اطبع واي ماينس 6، اطبع 8 ناقص 2 ناقص 6 يعني اطبع الاثنين على الشاشة. هذا دليل انه ال برنت ما بتشتغل على الذاكرة، برنت فقط بتشتغل على الشاشة وما برنت ما لها صلاحية تعدل على محتويات الذاكرة، هي فقط بتعدل على محتويات الشاشة. وبالتالي لما اكس اقل من واي اللي هي 5 اقل من 8 راحت يس، طبعنا واي ماينس 6 اللي هي 8 ناقص 6 اللي هي 2. بعدين اجينا هون بعد ما رحنا على يس، ويا بنروح على يس يا بنروح على نو، فاحنا رحنا على يس لانه وداني على يس اللي هاد. بنروح هلا على الجملة اللي بعديها والشرط اللي بعديه. اوكي الشرط اللي بعديه بيقول هاد هون، هل واي لا تساوي 2؟ هل 8 هل 8 ما بتساوي 2؟ 8 ما بتساوي 2 فعلا، فبتروح على يس. اليس بيقول لك اكس تساوي اكس زائد 2. شو يعني اكس تساوي اكس زائد 2؟ هاي جملة تعيين وليس الطباعة. اكس تساوي اكس زائد 2 بقول لك روح على اكس زيدها 2 وغيرها للقيمة الجديدة. يعني بنقول اكس تساوي اكس زائد 2. شو معناها؟ هلا قد ايه اكس كانت عندنا؟ 5. 5 زائد 2 5، فخمسة زائد 2 7. السبعة هاي وديها لإكس، فبتشطب الإكس القديمة وبتحول الإكس الجديدة بتخليها 7، فهاي اسمها جملة تعيين. تختلف تماما لو حكيت print إكس زائد 2، اختلاف جذري ما بين إكس بتساوي إكس زائد 2 وprint إكس زائد 2. الأولى بتغير قيمة فعليا بالذاكرة من 5 ل 7، الثانية لا، الثانية مش صلاحياتها على الذاكرة، الثانية بس صلاحياتها على الشاشة. فبتروح بتمسك الخمسة بتزيدها 7 وبتحط 7 على الشاشة بدون ما تغير قيمتها الحقيقية في الذاكرة. فبدنا ننتبه كثير منيح انه جملة التعيين تختلف عن الطباعة. جملة التعيين بتعدل فعليا على الذاكرة بينما جملة الطباعة فقط تطبع على الشاشة. طيب خلينا نمحي اللوح ونكمل. بعد ما جينا هون وزدنا الاكس خليناها 2، لقينا حالنا وصلنا عند برنت اكس واي. برنت اكس واي على الترتيب بتطبع اكس الجديدة اللي هي 7 واي اللي هي 8، فبطلع الجواب 2 7 8. وبطلع عنا الجواب طبعا اكيد 2 7 8 اللي هو الجواب بي. 2 7 8 فالجواب هو بي. تمام يا شباب صبايا، هذا هو السؤال. سوري هذا هو السؤال هذا تبع السلكشن. هلا يا شباب صبايا حكى لي بعد السؤال السابع، قال لي سؤال ثامن. طب شوف هذا السؤال كثير كثير مهم صيغته تفهمها لانه رح تيجي سؤال نفس الشيء بالامتحان. What is the equivalent pseudo code for the flow chart in question 7. شو يعني؟ شو يعني equivalent pseudo code؟ ما هو pseudo code المكافئ؟ pseudo code المكافئ للflow chart اللي بال question 7. وشو يعني pseudo code؟ اذكركم شو يعني pseudo code يا شباب صبايا، ومكتوب طبعا بالتلخيص بس اذكركم فيه. pseudo code هي مجموعة من الجمل او الاوامر المستخدمة لحل المشكلات بلغة قريبة من لغة الانسان.
يعني it is an English-like statement يعني used in problem solving. فسيدة كود هي إنك تكتب حلك بس على شكل خطوات وليس على شكل رسمة. يعني كيف أكتبها على شكل خطوات مش على رسمة؟ خلينا نجربها. نجربها يا شباب. سوري خلينا نجرب الموضوع هذا. رح نمحي هذا الكلام الموجود هون ونحاول نحول الفلو تشارت اللي قدامنا لسيدو كود. زي ما قلنا كمان مرة يا شباب صبايا، زي ما قلنا هذا اللي قدامكم اسمه فلو تشارت. فلو تشارت ونوعها تحديدا سلكشن. انا وياكم هلا رح نحولها لسيدو كود. كيف رح نحولها لسيدو كود؟ انتبهوا معي. اوكي دقيقة، رح احاول احولها لسيدو كود كالتالي. اوكي بالبداية بدنا نحول خطوة خطوة، بدلا من ما تكون يا شباب صبايا، بدلا من انها تكون خطوات مرسومة رسم، بدنا نحاول نخليها خطوات مكتوبة كتابة. فالستارت بدل ما هي ستارت دائرة، نقول واحد ستارت. شايف كيف؟ هذا هو السيدو كود، هذا اسمه السيدو كود. هلا بكتب لكم اياه، اسمه سيدو كود. اثنين، هلا حولنا واحد ستارت، شو هلا؟ اكس تساوي 5 واي تساوي 8. بتقول اكس تساوي 5 فاصلة واي بتساوي 8، تمام؟ نحولها خطوة، طالما هي بمربع بنحولها خطوة. بعدين ثلاث، اف اكس اقل من واي. هلا اليس اتفقنا يا جماعة انه اليس، اوكي اليس بصير اسمها، اوكي انا اسفة بس دقيقة، اوكي دقيقة لاني بدي اكتب اليس بصير اسمها then. then دايما لما نحول لسيدو كود بصير اليس اسمها then، والنو طبعا عشان ما تلخبطوا، النو بصير اسمها else. نتذكر انه اليس اسمها then والنو اسمها else، فلازم ضروري جدا اليس تحطها then والنو تحطها else. وكمان في شغلة مهمة رح احكي لكم عنها اللي هي، اوكي سوري، في شغلة مهمة كتير رح احكي لكم عنها، انه كل هذه كل هاي الاف من بدايتها لحد نقطة اتصال اليس والنو كلياتها نعتبرها خطوة واحدة. فإذا كانت هاي خطوة رقم واحد وهاي خطوة رقم اثنين، فكل هذه الاف من أولها لآخرها بصير اسمها خطوة رقم ثلاث. بكل إشي فيها، بالشرط واليس والنو كلها بصير اسمها خطوة رقم ثلاث. ممنوع تفصل اليس عن النو في هاي الحالة. كيف يعني؟ كيف يعني؟ هلا بنحكي كيف. بنحكي اف اكس اكبر اصغر من واي، سوري، اليس بصير اسمها حكينا then، then بتحط print y minus print y minus 6. اما النو بتقول else print x. هيك انت حولت بهاي الجملة، هاي الجملة، اوكي حولت هاي الجملة يا شباب صبايا، سوري، مش قابل يعمل هايلايت، بس انه نحاول انه نفهمه انه بنعمل هايلايت. اوكي نو بروبلم. هذه الجملة كاملة بتعبر عن هاي الجزئية كلها كلها. اف اكس أصغر من y then print y minus x else اللي هي no print x. فكل هذه بتعبر عنها بخطوة رقم 3. ماشي يا جماعة؟ طيب أوكي، بعد ما خلصنا هذا الكلام خلينا نشوف شو بدنا نعمل. هلأ بدنا نروح، طالما إذا اتفقنا إنه هاي خطوة رقم واحد، هاي خطوة رقم اثنين، كل هاي خطوة رقم ثلاث، وين رح تكون خطوة رقم أربعة؟ خطوة رقم أربعة من بداية الإف الثانية لحد نقطة الاتصال بين اليس والنو. إذا وين رح تكون خطوة رقم أربعة؟ كل هاي رح تكون خطوة رقم أربعة. أوكي؟ فشو رح نسوي هلأ؟ هلأ رح نقول أربعة إف واي لا تساوي
اثنين الياس بتصير اسمها then. Then what? Then x equals x plus 2. طيب اتفقنا انه الياس بتصير دايما then. اوكي اتفقنا يا شباب صبايا انه الياس دايما منحولها لذن. طيب انه اتفقنا انه بصير اسمها else. طب ايش بنحكي عند الالس؟ ايش بنحكي عند انه الالس ايش؟ هل نقول الالس برنت اكس واي؟ لا طبعا. ليش؟ شو اتفقنا بالمحاضره؟ حكينا هون انه فاضيه. كيف عرفت انه النو فاضيه؟ نشوف الياس والنو كيف التقوا مع بعض هون. هيها هي نقطه الاتصال. النو خلصت هي النو وهي الياس، هاي كلياتها هي الياس وهي كلها هي النو. لاحظ انه النو فاضيه ما فيها شيء. هلا هذه برنت اكس واي هاي لا تابعة ليس ولا تابعة لنو، هذه خطوة لحال، خطوة رقم 5 والستوب خطوة رقم 6. فإذا هذه اللي النو هي النو لحالها لا تابعة ليس ولا تابعة لنو. فحالة السلكشن الثانية هون فيها يس فيها أشياء والنو فاضية. ولما يكون عندنا النو فاضية زي هاي الحالة تختلف عن الحالة اللي قبليها لما النو كان فيها برنت اكس. لاحظ النو هون ما كان، كان في يس وكان في نو، فترجمنا حطينا ذن وحطينا إلس وحطينا الأشياء اللي بالياس حطيناها عند الذن وحطينا الأشياء اللي بالنو عند الإلس. ففي ذن وإلس. أما هون في ذن بس الإلس اللي هي عادة ما تترجم النو لإلس، النو الإلس هون إلس فراغ ما في إلس. في هاي الحالة ما فيش نو، يعني فيش إشي بالنو. ففي حالة لما يكون عندك ما في إشي بالنو ما بتحط إلس من الأساس، وهذا شرحناه بأول مثال موجود عندكم عم بالتلخيص. ارجع التلخيص وشوف أول مثال شرحت تبعت برنت باس، الناس الناجحين تبع لهم باس والراسبين ما يعمل لهم إشي. فهون فعليا في يس وما في نو، ففي ذن وما في إلس. فمثال يعني الخطوة رقم 4 فيها ذن وما فيها إلس لأنه النو فاضية. طيب هلأ بدنا نكمل، خلصنا هذا بس خلينا يعني نمحي لكم هاي الأشياء عشان ما تكون بالنسبة لكم مش مفهومة. يعني في يس وما في نو زي ما انتو شايفين. هلأ نيجي على خطوة رقم 5. خطوة رقم 5 بقول لي print x فاصلة y. print x فاصلة y هي خطوة رقم 5 زي ما احنا شايفين، وستة بدنا نحكيها stop أو end. أو end بصير يعني هيك احنا ترجمنا الفلو تشارت. هذه اسمها فلو تشارت لو سمحتوا نكتب لكم الكلمة. هاي اسمها، هاي اسمها فلو تشارت. سوري اجين، هاي اسمها فلو تشارت. فلو تشارت او بالعربي كلمة فلو تشارت يعني خوارزمية، الخوارزمية. وتحديدا نوع هاي الفلو تشارت سلكشن فلو تشارت او سلكشن فلو تشارت. يعني اسف الخط مش واضح بس يعني انه اما هاي، هاي اسمها سيدو كود. طبعا البي سايلنت لا تلفظ فبنحكيها سيدو كود، سيدو كود. فانا هذا الاشي اللي سويته هلا تحديدا انه حولت الفلو تشارت لسيدو كود، حولت الخوارزمية لشبه برنامج ولا اشي. مسكت الخوارزمية اللي عندي وحولتها الى شبه برنامج. اوكي، لانه هيك انطلب مني convert the flow chart into equivalent pseudo code، حول الخوارزمية الى pseudo code مكافئ لإله. طيب احنا هيك حولنا الفلو تشارت لسيدو كود. ايش المطلوب الان منا يا شباب صبايا؟ المطلوب منا نعرف انو خيار هو المناسب، لانه هيك بيجي بالامتحان بيجيب لك عدة خيارات. فانت بتشوف الاشي اللي سويته وبتقارنه مع اللي موجود. طبعا اذا بتلاحظ انه طبعا بي رح تستثنيها عشان وجود input x y، وما في اشي اسمه input x y في نفس ال، فيش input يعني، فبي رح تستثنيها اكيد. برضو طبعا هو الجواب رح يطلع، خليني اتأكد شو الجواب. اوكي هو الجواب رح يطلع A، الجواب رح يطلع A طبعا.
اللي هو لأنه طبعا بي نستثنى، سي أيضا بنستثنيها لأنه المفروض يكون عندنا خطوة 3 F وخطوة 4 F، يعني فهون عامل لك خطوة 3 F خطوة 3 F وعامل 4 print X. يعني انه عامل 4 print X يعني ماسك print X هاي، بدل ما يقول if X اقل من Y then print Y minus 6 else print X، يعني بدل ما يحاططها بالنو ماسكها وحاططها بخطوة مستقلة. وانك تحطها بخطوة مستقلة هاي معناها انه بدك تمسك print X هاي وتنقلها كاملة تحطها هون خطوة مستقلة تنفذ في جميع الحالات، وهذا خطأ طبعا. يعني انك انت كيف هو قصده انه لو ما نحط else، شوفوا كيف قصده انه لو ما نحط else ونعمل print x هيك. هاي ايش معناها برأيكم؟ هاي معناها if x اقل من y then print x y minus 6، و print x هذه رح تنفذ في جميع الحالات مش على حالة النو، احنا بس ننفذها في حال النو يعني مش في جميع الحالات. فخطأ هي المفروض else، لانه تترجم دائما النو لالس اوكي، الا اذا كانت النو فاضية طبعا. فبنستثني الجواب اوف كورس، نستثني جواب سي اكيد، نستثني جواب بي. جواب دي غلط برضو لانه في else print x y، وهذا خطأ لانه print x y مش جاي عند النو. else يعني اذا حطيت print x y ب else معناها بيكون قصده انك بدك توديها تحت النو، وهذا خطأ. ال else هي ال print x y مش تابعة ليس ولا تابعة نو، هي خطوة مستقلة، خطوة رقم 5 طبعا. في شغلة بدي احكيها انه عامل هو بالاجابات، عامل هون كاتب let x تساوي 5 y. طبعا كلمة let معناها اجعل، هلا let وجودها او عدمها ما بيفرق، let يعني اجعل x 5 y 8، فموجودة مش موجودة مش مشكلة، فيعني هي optional او اختيارية. ايضا في كلمة بدل ما يكاتب هون، بدل ما عامل x تساوي x زائد 2 كاتب كلمة increment x by 2، وبرضو هاي صحيحة لانه حكينا انه بالتلخيص، اذكركم فيها هذه لانها مهمة اذكركم فيها، بالتلخيص بتقدر تشوف انه في كلمات او جمل ممكن نستخدمها نستعيض عنها بس دقيقة خلينا نشوفها، في بعض الكلمات نستخدمها نستعيض عنها بالمعادلات. يعني مثلا بدل ما تقول y تساوي بدل ما تقول y تساوي y زائد 5 ممكن تكتبها انه يعني بدل ما تقول y تساوي y ماينس 5 بدي الهايلايتر عماله بيعطيني القلم وانا بدي الهايلايتر صراحة ومش عماله بيعطيني. طيب خلينا نتأكد كمان مرة، هاي نختار الهايلايتر. طيب بدل ما نحكي y تساوي y زائد 5 ممكن نحكيها increment y by 5. increment يعني زيد، بدل ما نحكي y بتساوي y minus 5 نحكي decrement y by 5. يعني increment و decrement هدول جملتين باللغة، كلمتين باللغة الإنجليزية، increment يعني زيادة و decrement معناها نقصان، ممكن نستخدمها بدلا من المعادلات. برضو y بتساوي y ضرب 5 ممكن تحكيها multiply y ضرب 5 by 5، وبدل ما تقول y بتساوي y تقسيم 5 ممكن تقول divide y by 5. هذه هي الإشكالية أو اللي شفناها قبل شوي. فإحنا هون بدل ما نعمل x تساوي x زائد 2 ممكن تحكي increment x by 2. طيب فإذا طلعت معنا الجواب A لهذا السؤال. سؤال 9، what is the output for the following flowchart؟ ما هو الناتج من الفلوتشارت التالي؟ منلاحظ هذا الفلوتشارت يا شباب صبايا، إذا من أول نظرة منطلع عليه منكتشف مباشرة إنه هو عبارة عن looping flowchart. هذا looping، شو يعني looping؟ هذا عبارة عن خوارزمية دورانية. looping إيش كلمة looping؟ يعني دوران، فهذا منسميه looping. كيف عرفت إنه looping؟ عرفت إنه looping لأنه عرفنا إنه looping لأنه في سهم راجع، شايفين السهم الراجع؟ في سهم هاي راجع، فوجود السهم الراجع هذا معناته looping. بقولي what is the output، what is the output هلأ حكينا انه لازم نعمل ذاكرة على شكل طبعا الذاكرة على شكل جدول، ونعمل شاشة، والشاشة هذه ما لازم نروح عليها
إلا لما نشوف كلمة print. أوكي، فهذه بنسميها، هاي بنسميها شاشة، هاي الشيء الشاشة تبعنا، والشاشة مش لازم نروح عليها إلا لما نشوف كلمة print، عبارة print يعني اطبع. وأيضا في عنا غير الشاشة، سوري، في عنا غير الشاشة، في عنا ذاكرة. ذاكرة طبعا الذاكرة اللي بحكي عنها أنا بالكمبيوتر هي الرام، ذاكرة الرام، لأنه في كتير أنواع يعني، بس إحنا اللي تحديدا اللي بنحكي عنها هي ذاكرة الرام. أوكي، هلا أنا راح أبلش خطوة خطوة أشوف كيف بدي أعمل. دائما لما يسألني what is the output لازم أعمل ذاكرة وشاشة، ويلا نحاول أنا وياكم نعملها. أوكي يلا start، ابدأ. دي بتساوي واحد، هذه عبارة عن جملة تعيين، جملة التعيين مش على الشاشة، الشاشة فقط لما نشوف print. فدي بتساوي واحد، هاي على الذاكرة، بنحجز مكان اسمه دي بنحط فيها واحد. بعدين اس تساوي صفر، بنحجز مكان اسمه اس بنحط فيها صفر. بعدين بنقول هون سؤال، هل دي اقل من خمسة؟ هل واحد اقل من خمسة؟ يس اور نو. طبعا طالما هذه نو فاذا اكيد هاي يس، بس يمكن بالغلط مش مكتوب باليس، بس هي طالما هاي نو اذا اكيد هاي هي اليس، يعني هاي هي اليس، يعني بدهاش يعني هذا خلص، انت طالما هديك نو اذا هاي يس باي ديفولت يعني. فا اوكي، اذا هل دي اقل من خمسة؟ هل واحد اقل من خمسة؟ يس. فبتروح هون شو بتلاقي؟ هون بتلاقي جملة تعيين بتقول لك اس تساوي اس زائد عشرة. شو يعني؟ يعني زيد على الاس اللي عندك عشرة، اشطبها وخليها عشرة، ماشي. بعدين دي بتساوي دي زائد واحد، شو يعني؟ يعني خلي دي زيد عليها واحد، يعني خليها اثنين. طب وبعدين؟ بعدين ارجع للخطوة اللي قبليها، الخطوة اللي قبليها بقول هل دي اقل من خمسة؟ هلا صارت الدي اثنين. هل الاثنين اقل من خمسة؟ يس. الاس شو رح تصير؟ الاس رح تصير بعشرة، يعني رح تصير عشرين. وبنزل تحت شو الدي رح تصير؟ تلات. اوكي، رح ترجع هل دي اقل من خمسة؟ هل تلاتة اقل من خمسة؟ يس. تدخل الاس بتصير تلاتين، والدي رح تصير أربعة. بتلف كمان مرة لوب، هل دي أقل من خمسة؟ هل أربعة أقل من خمسة؟ يس. تدخل الأس بتصير أربعين، والدي بتصير دي بلس ون اللي هي خمسة. أوكي؟ طيب هل خمسة أقل من خمسة؟ خمسة أقل من خمسة يا جماعة؟ نو، خمسة مش أقل من خمسة. فبتروح على النو، النو رح تلاقي فيها print s، print على الشاشة دايما، ما رح نروح على الشاشة إلا لما نشوف print. فقال لي print s معناها اطبع على الشاشة، شو رح نطبع على الشاشة؟ رح نطبع على الشاشة 40، اللي هي لأنه print s، فعلى الشاشة رح نطبع 40 وننهي. So what is the output؟ الأوتبوت هو c. Okay. Now, what is the equivalent? لاحظ السؤال. What is the equivalent pseudo code for the flowchart in question 9? إيش هو pseudo code المكافئ لهذه الflowchart؟ إيش هو pseudo code؟ تعالوا نمحي اللوح ونعملنا pseudo code ونقارنه بالأشياء الموجودة عنا. Yeah. رح نجيب لنا مربع نص عشان نروح نكتب فيه. نحاول نحول هاي الفلو تشارت لسيدو كود. كمان مرة، شو يعني سيدو كود؟ سيدو كود يعني شبه برنامج، يعني خطوات، يعني بدل ما هي رسمة هاي فلو تشارت، سيدو كود يعني خطوات، خطوة خطوة. ستارت بتصير واحد، ستارت. بعدين اثنين، دي بتساوي واحد. بعدين تلات، اس تساوي صفر. اربعة، هلا الاربعة يا جماعة تعالوا نشوف الاربعة وين حدودها. هلا اذا هاي كانت نقطة، سوري،
اوكي، اذا هذه كلها كانت نقطة رقم واحد، وهي خطوة رقم اثنين، وهي خطوة رقم سوري، وهي خطوة رقم ثلاث، وين خطوة رقم اربعة يا هل ترى؟ خطوة رقم اربعة موجودة من عند الاف لعند اغلاق الاف. طب وين بتسكر الاف؟ كل هاي هي خطوة رقم اربعة. ليش؟ لانه لاحظ انه كلياتها بتسكر، يعني كلياتها بتمشي وبتسكر هون. فشوفوا كيف، شوفوا كيف رح نعملها. نقول كالتالي: اف دي اقل من خمسة. طبعا في يس وفي نو. اليس رح نترجم هذين زي ما اتفقنا. هلا اليس ايش فيها؟ زي ما احنا شايفين اليس، سوري، زي ما احنا شايفين اليس فيها اكتر من اشي، فيها هاي وفيها، يعني فيها اكتر من جملة. فكليات الجمل الموجودة في اليس كلها بتحطها بنفس الخطوة، ما بتروح بتفصلها بخطوات منفصلة ابدا. راجع التلخيص بهذا الموضوع لانه في شروحات كتير عن هذا الموضوع. فذن تكتب ما يلي، ما هذا ذن، بتقولي ذن فيها اس تساوي اس زائد عشرة، وفيها كمان دي بتساوي دي زائد واحد، بس ولا في كمان اس تساوي اس زائد عشرة ودي بتساوي دي زائد واحد، في كمان اشي؟ نعم، في هاي اللفة لازم نترجمها كمان لكلام. كيف بنترجم هذه اللوب لكلمة؟ بنستخدم كلمة go to. go to زي ما اخذنا بالمحاضرات، go to يعني اذهب، و go to كلمة واحدة بنستخدمها في البرمجة، go to فاذهب. طب اذهب وين؟ لاحظ انه احنا بنخليه يرجع لخطوة السؤال، والسؤال هو نفس الخطوة اللي انا فيها. ف go to for او step for، ارجع ليش go to for؟ لاحظ انه هذا السهم راجع. طب هذا السهم راجع، لا هل هو، طب لو انه راجع، شوف لو انه السهم هذا راجع لهون بقول له go to 3، ماشي، لانه هاي خطوة 3. طيب لو انه هذا السهم راجع لهون بقول له go to 2، اذهب الى 2. طب بس ما هذا السهم راجع لهون، هون يعني هاي الخطوة، هاي الخطوة شو رقمها؟ اربعة، نفسها، يعني برجع لنفسه، يعني تجمع للاس عشرة بتزيد على الدي واحد و go to 4 ارجع لنفس الخطوة. هلأ بعد ما ترجمنا اليس، هلأ وقت نترجم النو. النو يا بنحكي else print s و sum، يا اما بنحكي خمسة print s، ستة end. why؟ ليش؟ حكينا يا جماعة بالمحاضرات، وموجود أيضا بالتلخيص كمان، يعني موجود هذا الكلام برضو بالتلخيص، إنه looping كيف يعني looping؟ يعني باللوبينج لما يكون في go to يعني في رجوع، إنه باللوبينج اختيارية انك تحولها لإلس. يعني انت فيك انك ما تكتب إلس وتخلي الاشياء اللي بالنوب خطوات مستقلة، هذا صح، وفيك كمان وبرضو هذا رح يكون صح كمان اذا بدك، انك تروح تمسك برينت اس وتحطها إلس، انك تقول إلس برينت اس وانت، التنين صح، صح انك تقول إلس برينت اس، وصح انك تعملها على خطوات مستقلة، كله صح، ماشي؟ اوكي، هيك صح وهديك صح، وهذا الكلام مكتوب ايضا في التلخيص. هيو خليني افرجيكم اياه، هذا مكتوب لما حكيت عن موضوع اللوبينج، كتبت هذه الملاحظة المهمة. حكينا انه لما نيجي نحول، طبعا في امثلة كتير بالتلخيص لو سمحتوا اطلعوا عليها، مهمة كتير، اتدرب على الامثلة. فهون كاتبين ملاحظة مهمة، important note، بقول in looping flowchart we can convert the command if counter أقل go to print sum، ممكن نحكيها else، يعني نحط print sum هون نوديها else print sum، بصير التنين. ليش؟ لأنه ال else
and looping is optional. جملة ال else هي اختيارية، حطيتها ما حطيتها مش مهمة. وكيف تعرف؟ طبعا هذا مش انها ال else مش مهمة في جميع الحالات، فقط باللوبينج، فقط بخوارزمية الدوران، فقط بالخوارزمية اللي فيها go to. بالخوارزميات التانية لا، ال else مش انها مش مهمة بالخوارزميات التانية، بس يعني زي هيك المثال اللي قبله هون كان في عندنا تو سيلكشنز، هدول مش دورانيات، هدول سيلكشن. كان اجباري لازم تكتب else هون، اجباري كان لازم تكتب else هون، يعني كان لازم اجباري تترجم النو ل else وتحط جو البرنت اكس، تحطها عند else. كان اجباري لانه النو مش فاضي، النو فيها اشياء وبتخلص وفيها سيلكشن، وكان اجباري انه مش لازم تحط else في اف اكس اقل واي لا تساوي 2، اجباري انه ما تحط انه النو فاضي هون ما فيش فيها اشي، هذه مش تابعه للنو. فالحاله الاولى حاله اف ذن ايلس، انه يكون في عندنا ايلس والايلس اختيار اجباريه. الحاله الثانيه اف ذن بدون ايلس لما تكون النو فاضي، وهدول الحالتين حالات سيلكشن. اما في حال اللوبينج يا جماعه، في حال اللوبينج لما تكون عندنا اليس والنو مش نازلين لتحت، اليس طالعه لفوق والنو رايحة لمكان تاني، اليس والنو ما بلتقوا مع بعض، وبكون في عنا جوتو. في هاي الحالة تحديدا يا شباب صبايا لو سمحتوا، في هاي الحالة الإلس اختياري، بتحطها ما بتحطها كله صح. طبعا في هاي الحالة زي ما قلنا print S 5 و end 6، فبكون الجواب طبعا إذا بدنا نشوف مين الجواب الصحيح، ف خلينا نشوفهم. F3 increment 10 stop، هاي غلط لأنه هون حاطط لك stop، وstop غلط هون، هون لازم يحط مش stop، لازم يحط go to. هون نشوف FD أقل than فاصل الF، فاصلها عن بقيتها، ما بصير هيك تفصلهم بنقطتين، بس FD أقل من 5 then وتعمل 5 increment، غلط. لازم F كلها تكون خطوة واحدة، F مع then مع else، if then else مرتبطين مع بعض، مش لازم تفصلهم بخطوات نقاط منفصلة. هون بقول if then okay increment is by 10 then go to 4 else print if، هاي صحيحة. هادي okay start if d أقل then increment d by 1 و else بدون، هادي غلط لأنه ما فيها go to. فطبعا الخيار الصحيح هو C، أكيد الخيار الصحيح هو C، لأنه سي عامل نفس ما احنا عاملين بالضبط، اف دي اقل من 5 then increment s by 10 increment d by 1 go to 4 و else print s، نفس الاشي بس احنا عاملين print s خطوة مستقلة. وصح انك تقول خطوة مستقلة، انه print s خطوة مستقلة، وصح انك تقول print s لانه في go to. لما يكون في عندنا go to الخطوة اللي وراها، الخطوة اللي وراها صح انها تنفصل لحالها، وصح كمان انها تنحط بإلس بنفس الخطوة. التنتين صح كمان مرة يا جماعة على الناس اللي ما فهموا كتير. لما يكون عندك go to، go to يعني دلالة looping، انه looping هاي الفلو شارت هي looping فيها go to. الاش اللي بيجي بعد ال go to اللي هي المحتويات النو، حالتين، يا بتحطها بإلس وبتحطها بعدها زي هيك else print s صح، او انك ما تعمل else وتعمل print s بخطوة مستقلة. التنتين صح، وطبعا هاي صح وهديك صح. وبرضو عامل هون increment و فحاطط s تساوي s زائد 10، بدل ما حطه هيك قال increment s by 10 ودي بتساوي دي زائد 1، حاطط increment d by 1، وبرضو هذا الكلام صحيح. فاذا الجواب عندنا هو اكيد مش b ولا a، الجواب هو d c. طيب اوكي، هلا يا شباب صبايا قبل ما اشوف سؤال 11 خليني اشوف سؤال 12. بقول لك what is the output، what is the output if this flow chart is given. وهي الفلو chart بتلاحظ انه هي عبارة عن looping مع selection. خلينا نجرب مع بعض. وقت ليقول لي what is the output بعمل ذاكرة زي ما اتفقنا، وبعمل شاشة ومنجرب. يلا اولا start input A B. input a b يا جماعة يعني في كل مرة انا ما بدي اخذ رقمين من المستخدم. طبعا يعني شو يعني اني input a b، شو يعني اني اخذ رقمين يا شباب صبايا؟ اي واحد ممكن، يعني المستخدم سوري ممكن يعطي
اي رقم للكمبيوتر، يعني مثلا يجي يقول لك برنامج تستخدم يقول لك قد ايه عمرك مثلا، مثلا اعطيني عمرك. فممكن واحد مستخدم اسمه احمد يدخل انه عمره 20 سنه، ممكن ربا تدخل انه عمرها 30 سنه، ممكن مثلا علي يدخل انه 25 سنه، كل واحد بيدخل عمر شكل. فطبعا لما اقول لك input A B يعني انا بطلب منك تدخل لي رقمين، انت كمستخدم تدخل لي رقمين. فبس هاي مشكله لانه كل واحد فيكم رح يدخل رقم شكل، فعشان هيك احنا بالامتحان وبالواجب نعطيكم خوارزميه فيها input ونعطيكم عده ارقام، وانت بناء عليه لازم تعتمد هاي الارقام. يعني تفترض انه المستخدم دخل هاي الارقام 15 4 9 3 5، ايه هاي الارقام دخلها. فاحنا هلا رح ناخذها على الترتيب من الشمال لليمين حسب حاجتنا لإلها. فانبوت اي بي معناها روح على الذاكره، هاي مش برنت، هذه البرنت بس اللي على الشاشه، على الذاكره هلا شغلنا اي بي، وبناخذ على الترتيب الارقام على الترتيب. فاول رقم رح ناخذه هو 15 ناخذه ل اي، وثاني رقم هو 4، والإشي اللي بناخده بنشطبه عشان ما نلخبطش بناخده لبي. اوكي هي اخذنا 15 و4 لاي وبي، تمام. بعد ما اخذناهم شو نعمل؟ ننزل تحت بقول لك هل اي اقل من بي؟ تعال شوف هل اي اقل من بي، هل 15 اقل من 4؟ 15 اقل من 4 نو. طب شو بنعمل بالنو؟ بقول لي برنت ماكس واي. شو هاي برنت ماكس واي؟ ماكس يا جماعه ماكس محطوطة بين كوتيشن. شو يعني انها محطوطة بين كوتيشن؟ يعني نزلها زي ما هي، كلمة ماكس زي ما هي، لا راحت ولا اجت. هلا لو انها كانت بدون كوتيشن شو معنات بدون كوتيشن؟ معناها روح دور بالذاكرة على متغير اسمه ماكس وخد قيمته، قيمة ماكس. بس لانه حامل لي اياها بين كوتيشن هاد معناها انه حط لي ماكس ايش؟ حط لي ماكس كلمة، كلمة ماكس. هلا ماكس وبقول لك اطبع ايه، شو ايه يعني؟ ايه عندي هي 15، ف رح نطبع ايه، مش حرف الايه، لا رح نطبع القيمة اللي موجودة في ايه، والقيمة الموجودة في ايه هي 15، ورح ننزل. طبعا لما ننزل بنلاقي هذا، ايش هذا الكلام؟ شو هذا؟ بقول لك not a اكبر من 10 and b اكبر من 5. شو هذا معناه؟ انسى النوت. هلا هل a اكبر من 10؟ هل 15 اكبر من 10؟ شو رايكم؟ 15 اكبر من 10 ترو. طيب هل b اكبر من 5؟ هل 4 اكبر من 5؟ شو رايكم؟ 4 اكبر من 5 فولس. طيب ترو اند فولس، قديش ترو اند فولس يا جماعه؟ true and false هلا بذكركم فيهم بجدول. بس true and false ايش يعني؟ true and false، true and false يعني false. طيب بيطلع الجواب كل هاي بتطلع false لانه true and false false. طيب not false شو يعني؟ not false، not false يعني انفي النفي، not false. شو رح يطلع الجواب؟ true. فاذا كمان مره يا شباب صبايا، a اكبر من b، a اكبر من 10، 15 اكبر من 10 بتطلع false، b اكبر من 5، 4 اكبر من 5 سوري، a اكبر من 10 سوري بتطلع true يعني 15 اكبر من 10، b اكبر من 5 يعني 4 اكبر من 5 بتطلع false. فtrue and false، true and false شو يعني؟ true and false يعني false، بس هاي false في قبلها كلمة not. شو يعني not false؟ not false يعني ايش نفي false؟ نفي الفولس هي ترو. فايش ايش رح يطلع جواب هاي؟ ترو. فالترو وين بيروح؟ على اليس ولا على النو؟ اكيد بيروح على اليس وبرجع. فايش بتصير؟ برجع برجعني على انبوت اي بي، واضح؟ بس بدها شويه تفكير وشويه تركيز. طيب نرجع، اذا رجعني لانه طلع ترو ترجعني انبوت اي بي. شو انبوت اي بي؟ انبوت اي بي رح ارجع اعطيه ارقام، بس الارقام برضه من الموجودين عندي في المدخلات اللي في السؤال. فا A رح اخذها 9، رح اخذ للA 9، ورح اخذ للB 3. ممتاز. بعدين اجي هون، هل A اقل من B؟ هل 9 اقل من 3؟ طلع هل التسعة يا جماعة اقل من 3؟ نو.
طبعا التسعة مش أقل من ثلاثة، فبروح على النو وبطبع ماكس، كلمة ماكس يعني، وبطبع ايد. ايه هي تسعة طبعا، ماشي. بعدين باجي هون بقولي هل ايه اكبر من عشرة ان بي اكبر من خمسة؟ هل الايه اكبر من تسعة؟ هل هي التسعة اكبر من، هل التسعة اكبر من عشرة؟ فولس. هل ثلاثة اكبر من خمسة؟ فولس. فولس اند فولس فولس. في قبليها نوت، شو يعني نوت فولس؟ نوت فولس شو يعني نوت فولس يا شباب صبايا؟ نوت فولس يعني ترو، صح؟ طب الترو وين بتروح فيها؟ ترو يس ولا نو؟ الترو طبعا بتروح باليس. فبرجع لازم ارجع الف كمان مره، ما تزعلوش مش رح نلف للابد يعني، هي كم من لفه وبعدين بنخلص. هي بنلف انبوت A وB. شو انبوت A وB يعني؟ يعني اشطب الA واعطيني بدالها خمسة، واشطب الB واعطيني محلها ثمانية. ممتاز، هي خمسة وثمانية. هلأ بعد ما أعطينا خمسة وثمانية لـ A و B نرجع منكمل. هل الـ A أقل من B؟ هل خمسة أقل من ثمانية يا شباب صبايا؟ طلع خمسة أقل من ثمانية، يس. print max و B. max رح تطبع كلمة max، رح تطبع B هالمرة اللي هي ثمانية. لاحظ، تعرف شو بيعمل هذا البرنامج؟ تلاحظ انه كل رقمين بياخذهم بيشوف مين الاكبر وبطبع ماكس وجنبه الرقم الاكبر. ف 5 و 8 مثلا اكتشف انه 8 هي الاكبر فطبع ماكس 8. قبل شوي كان 9 و 3 اكتشف انه 9 اللي هاد فراح، فبطبع الاشي الاكبر سواء بي او اي. هون اكتشف انه اي مش اصغر من اي اصغر من بي. هل اي اصغر، هل 5 اصغر من 8؟ يس. فعشان هيك راعي يس وطبع بي انها الاكبر. بعدين برجع هون بسال نفس السؤال، هل اي اكبر من 10؟ اوكي، هل ايه خمسة اكبر من عشرة؟ شو رأيكم؟ فولس. هل البي اكبر من خمسة؟ هل تمانية اكبر من خمسة؟ ترو، الخمسة اكبر من تمانية. ففولس اند ترو فولس، نوت فولس ترو. طبعا الاند اذكركم انه ما عمرها الان بتصير ترو الا اذا كانت ترو اند ترو، ولا اذا كانت فولس اند فولس، ولا فولس اند ترو، ولا ترو اند فولس، كله فولس ما عدا لما تكون ترو اند ترو. طبعا نوت فولس يعني ترو. فترو بلف كمان مره وبياخذ انبوت A وB للمره الرابعه، رح ياخذ 11 رح ياخذها للبي للA سوري، رح ياخذ 8 نفسها رح ياخذها للبي، ما في مشكله هي نفسها 8، ويكمل. هل A أقل من B؟ هل 11 أقل من 8؟ 11 أقل من 8؟ نو. فشو رح يطبع؟ max ورح يطبع الـ A، والـ A عندنا هي الـ 11. رح يرجع بعد ما يخلص يسأل نفس السؤال. السؤال بيقول هل A أكبر من 10؟ هل الـ A 11 أكبر من 10؟ ترو. هل B أكبر من خمسة؟ 8 أكبر من خمسة؟ ترو. فالترو أند ترو ترو، نوت ترو نوت ترو رح تطلع فولس. فطالما فولس فرح ينزل ويعمل ستوب. هذه يا شباب صبايا خلص هيك الفلو شارت لأنه طلع فولس فطلعوا ستوب. What is the output؟ max 15، max 9، max 8، max 11. رح يطلع الجواب معانا. اوكي، في سوري، في ناسي انا ماكس، يعني المفروض يطلع ماكس عند كل وحده. يمكن انا عدلتها على الاي، بس هو المفروض هيك تكون ماكس ماكس. اوكي، يعني كل وحده جنبها ماكس، لانه بس انا اي ثينك اني معدلاها على الاي، يعني على الواجبه نسخه الاي، اتوقع اني معدلها. هو هيك الخيارات المفروض تكون ماكس. طبعا ما بتفرق جنب بعض تحت بعض، المهم الترتيب، احنا ما بهمنا انه يكون جنب بعض او تحت بعض، المهم الترتيب صحيح. طبعا لو تشوف الترتيب، الترتيب الصحيح هو دي، فالجواب اكيد هو دي.
اوكي هذا هو الجواب الصحيح. تمام اوكي. طبعا مش مطلوب انه احولها لسيدو كود، بس انا ممكن احولها لسيدو كود، سهل كتير انه احولها لسيدو كود. خلينا انا وياكم نحولها لسيدو كود مع انه مش مطلوب، ولكن خلينا نعملها على السريع. راح نجيب تكست بوكس اي تكست بوكس، بس خلي اصغر شوي عشان يكون التكست بوكس يعني احنا نشوف التكست بوكس مع الفلو شارت يكون نشوفهم الاثنين مع بعض. يلا خلينا نكبر ونشوف. طبعا قبل ما احول خليني اذكركم انه هذه خطوة رقم واحد. اوكي بدنا نتأكد انه فاهمين انه فهاي خطوة رقم واحد، هاي خطوة رقم اثنين. بلش كل الاف كلها يا جماعة، دايما تذكروا ان الاف من اولها لاخرها خطوة، يعني حتى لو هون في ثلاث جمل وهون في سبع جمل كلهم رح يكونوا خطوة واحدة، خطوة رقم ثلاث، وهاي خطوة رقم اربعة، فبترجع رجوع go to، واخيرا stop هي خطوة رقم خمسة. فخلينا نبلش بواحد start، اثنين input A فاصلة B، ثلاثة هلأ F، جملة F، F A أقل من B، الياس هي هالياس، الياس شو بتصير، شو اتفقنا إنه الياس اسمها، هاي الياس بتصير اسمها then، وتحط جواتها الأشياء تبعتها اللي هو print max و B. هلأ إنه ما بتروح والله تقول else انه خطوة، لا ما بصير انه هي else، بس مش لازم تروح توديها على خطوة جديدة، هي نفس الخطوة، نفس خطوة ثلاث، حتى لو حطيتها جنبها، لو حطيتها تحت عادي، لو تحطها تحت، بس المهم ما ترقمها برقم جديد، ممنوع ممنوع. اليس والنو بالاف كلهم خطوة واحدة، ممنوع ترقمهم برقم جديد. فبتقول else print max a، هاي خطوة هلأ، هذه ثلاثة كلها. هلأ إيش أربعة رح تكون يا شباب صبايا؟ أربعة رح تكون الإف الثانية، والإف الثانية بتلاحظوا إنها دوران، تختلف عن الإف هاي الثلاث دوران. ليش؟ هلأ شوفوا الفرق بين التنتين، الإف ثلاثة اليس والنو بنزلوا وبلتقوا مع بعض، فهاي اسمها سيلكشن اختيار، هاي اسمها جملة اختيارية. اما هاي لا، هاي اللي طالع على فوق والنو نازل لتحت، فهي ليست اختيار، هي دوران. والاف نوت بنزلها زي ما هي، يعني A اكبر من 10 and B اكبر من 5، هلا بتصير الياس اسمها then، then ايش؟ then ارجع، وين ترجع؟ على input AB. طب وين يعني وين ارجعه؟ بقول له then go to 2، يعني ارجع هون على خطوة input AB. طيب هلا هيك ترجمنا الياس. طب انه يا بتقول end يا بتقول else end، بس اذا بدك مصر انك تحط else ما تحط else end خطوة خمسة، else تابع على f، يعني هي ثلاثية f then else خطوة واحدة نفس الرقم، مش تقول else end خطوة خمسة. اذا مصر انك بدك خطوة خمسة خليها خمسة خمسة end، او انك تقول else end بس تخليها اربعة. طب هيك خلصنا تحويل هذا. طبعا الاسئله اللي بعديها من chapter 2، بس احنا خلينا هلا على chapter 1. حلينا هاي الاسئله كلياتها، تمام ممتاز. نيجي على سؤال خمسة. سؤال خمسة what is the output of the following numbers. طبعا هذا عبارة عن سيدو كود، وهذا السيدو كود مطلوب مش فلو، يعني مش فلو تشارت، معطيني سيدو كود بيقول لي what is the output. ف what is the output دائما ذاكرة وشاشة، نتذكر دائما ذاكرة وشاشة ونشوف. بيقول لك السي واحد، السي واحد هي أول خطوة. لاحظ إنه ما في start، حتى لو ما في start مش مشكلة، يعني start و end وجودهم، أو حتى إذا مش موجودين مش غلط، مش مشكلة يعني إذا موجودين أو مش موجودين start و end، أهم شيء اللي جوا، يعني هذا اللي بهمني. C بتساوي واحد. هلا هون بسأل هل السي أقل من أربعة؟ J
شوف السؤال، هل السي أقل من 4؟ طلع. هل 1 أقل من 4؟ يس. فإذا بروح على then. then بلاقي فيها go to step 4. إيش يعني go to step 4؟ يعني روح هون على خطوة 4. أوكي؟ طيب رح أروح على خطوة 4. شو يعني؟ شو رح أعمل بخطوة 4؟ رح ألاقي بخطوة 4 input x. input x هاي يعني ذاكرة كمان x. من وين بدي أجيب ال x هادي؟ من وين بدي أجيب ال x؟ بجيبها من الأرقام المعطاة بالسؤال على الترتيب من الشمال، باخذ الواحد ل x. تمام؟ بعدين بنزل على 5. print x تربيع. شو يعني print x أس 2؟ x أس 2 يعني 1 تربيع. شو يعني 1 تربيع؟ 1 أس 2 هي 1 أس 2. 2 قديش 1 أس 2؟ يعني 1 ضرب 1 يعني 1 صح؟ إذا print 1 تربيع، print x تربيع، يعني اطبع 1، لأنه print يعني اطبع على الشاشة. بعد ما تطبع شو تعمل؟ انزل على 6. increment c by 1. شو يعني increment c by 1؟ يعني زيد c بواحد خليها 2. ما بنلعب في الشاشة ابدا الا لما نشوف كلمة print. تمام؟ بعدين وصلنا هون increment. طب وين نروح هلا؟ على الخطوة 7. go to step 2. شو يعني go to step 2؟ يعني ارجع. سوري. تمام. اسف. نمسك المحاية ونمحي الأشياء الغلط اللي عملناها. هاي go to step 2 يعني ارجع لخطوة 2. هاي خطوة 2، هاي خطوة 2. شو يعني ارجع لخطوة 2؟ بلاقي في خطوة 2 كمان مرة السؤال بيسألني طب هل سي أقل من 4؟ هل 2 أقل من 4؟ يس. أروح بعد الذن go to step 4. go to step 4 يعني باجي input x. شو يعني input x؟ باخذ هالمرة ل x 3، بشطب ال x اللي عندي وبحط لها 3. ماشي؟ هاي input x. بنزل على خطوة 5. بعد ما خلصنا انا رحت على خطوة 4. هلا بعد ما اروح على خطوة 4 مش بضلني واقفة، بنزل على اللي بعدها. print x تربيع. شو يعني print x تربيع؟ x عندي 3، شو رحت نطبع يعني؟ 3 تربيع ايش يعني؟ 9. بعدين بنزل increment c by 1. شو يعني increment c by 1؟ يعني 3. اوكي. بعدين بنزل go to step 2 يعني ارجع لخطوة 2. if c اقل من 4 يعني اذا 3 اقل من 4 then go to step 4. روح على step 4 input x مرة تانية. رح ناخد x للمرة التانية اللي هي yes x، رح ناخدها 2. اوكي اخذنا ال x 2 input x. رحنا على خطوة 5 print x تربيع. print x تربيع يعني اطبع x تربيع اللي هي 2 تربيع 4. بعدين روح على خطوة 6. هلا بعد ما خلصت 5 طبعت، روح على خطوة 6 increment c by 1. c رح تصير 4. انزل على خطوة 7. بعد 6 انزل على 7 go to step 2. ارجع على خطوة step 2. if c اقل من 4 c is less than 4 yes or no. عندك ال C 4، هل 4 أقل من 4؟ ال 4 تساوي 4 بس مش أقل، إذا ال 4 ليست أقل من 4. طيب إذا ما رح نروح على إلس، رح نروح على ما رح نروح على ذن، سوري، رح نروح على إلس. طب إلس ما فيش إلس، طب وين نروح؟ يعني هلا هاي طلعت غلط، لأنه 4 مش أقل من 4 يا جماعة، معاي أنتو؟ طلعت C أقل من 4 غلط، ما هي إحنا حكينا هل 4 أقل من 4؟ طلعت غلط، 4 مش أقل من 4. طب ما بنروح على ذن، بنروح على إلس. طب ما في إلس، طب شو نعمل في حالنا؟ وين نروح؟ بنروح على الخطوة اللي بعديها مباشرة، لأنه ما في إلس فبتنزل على طول على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعديها بتلاقي go to step 8. go to step 8 بتروح بتلاقي print star. print star يعني رح تطبع نجمة وبعدين انت. فبطلع الجواب 194 نجمة. اوكي؟ اللي هو الجواب دي. على غرار هذا السؤال في سؤال بالتلخيص، اخر سؤال بالتلخيص. انا يمكن بشعبي شرحت كل اشي الا هذا السؤال، هذا السؤال، فوعدت طلابي انه رح احل معهم هذا السؤال لانه ما شرحته. فما هي المخرجات على الشاشة بعد تنفيذ البرنامج التالي؟ هي ذاكرة وهي الشاشة.
start نبدأ c بتساوي واحد بحط c بحط فيها واحد بقول لي هل c أقل من أربعة خطوة رقم ثلاثة هل c أقل من أربعة نعم واحد أقل من أربعة بقول لك then go to five go to five يعني go to five يعني هون input age input age يعني دخل متغير اسمه age متغير اسمه العمر من وين هذا زي input x يعني عادي حتى لو اسمه age يعني زي كيف تقول input x input y بس هذا اسمه age يعني input age من وين نجيب الage من الأرقام الموجودة فباخذ الرقم الأول على الترتيب باخذ الage إنه واحد عمره 3 سنين هاي فخلصت طيب إيش أعمل هلا بنزل على خطوة 6 اللي هي فيها f هل age أكبر من 18 هل الثلاثة أكبر من 18 no ما بروح على then لما تصير no ما بروح على then بروح على else بروح على else بلاقي print age child شو يعني print age child يعني اطبع age اطبع age اللي هي الرقم اللي موجود فيه متغير age واطبع child child بين quotation يعني عندك تطبع كلمة child كتابة زي ما هي بتطبعها اوكي بعدين بتنزل هون بتلاقي increment c by 1 يعني c رح تصير 2 تيجي هون go to step 3 يعني ارجع لخطوة 3 هل ال c اقل من 4 هل 2 اقل من 4 true then go to 5 input age مرة تانية ال age هالمرة رح ناخده 25 رح نشطب الثلاثة وناخده 25 25 هل هو اكبر من 18 25 أكبر من 18 يس فإذا بروح على then بعمل print age print age يعني بطبع 25 اللي هو العمر age مش بكوتيشن age عادي محطوط عادي age عشان هيك بطبع ال 25 وبطبع كلمة adult كلمة adult بعدين باجي هون increment c by 1 يعني منصير 3 هلا go to step 3 هل 3 أقل من 4 yes then go to 5 go to 5 input age للمرة الثالثة رح ناخد ل age 11 هل 11 أكبر من 18 هل 11 أكبر من 18 yes or no no رح نروح على else ونكتب age اللي هو 11 و child يعني اللي عمره 11 سنة بيكون child ولد صغير طفل child increment c by 1 يعني 4 بعدين go to step 3 go to step 3 برجع هل الأربعة أقل من 4 no بدور على else ما بلاقي else طب شو أعمل بروح هون go to step 9 بروح على go to step 9 بلاقي end ف بطلع الجواب 3 child 25 adult و 11 child وهو محلول طبعا عندكم على نفس المدخلات طيب هلأ نرجع للأمثلة في سؤال اللي هو في سؤال تبع سوري هاد which of the following see the codes will read a number and then print whether it's odd or even طبعا هذا كتير كتير سؤال سهل سهل جدا رح أرسم رسم بعدين رح نشوف كيف أولا بدي لوح عشان أرسم هذا السؤال خلينا إن نرسمه على يعني مكان يكون في عنا مجال نرسم فيه أوكي دقيقة بقولنا هون اكتب see the code that will read a number and then it prints whether this number is odd or even يعني طبعا مش مطلوب احنا بالامتحان طبعا يا جماعة نرسم flowchart ولا نكتب see the code بس عشان احكي لكم كيف هذا السؤال بنحل هلا هذا السؤال بده ايانا نكتب مع انه بالامتحان مش مطلوب نكتب بس هو لازم احله عشان تعرفوا شو فكرة هذا السؤال احنا رح نبدأ الخوارزمية تبعتنا بستارت
بدي اعمل ما بدي اعمل سيدو كود اول شيء، بدي اعمل فلو شارت. رح ابدا بستارت، بعدين مطلوب انه وي هاف تو ريد ا نمبر. افترض انه هذا النمبر اسمه اكس، ماشي؟ فرح احكي له input x. طبعا ممكن بدل كلمة input شو تقول، انا اسفة اني قاعدة بكتب بالماوس عشان هيك شوي مش عارفة اتحكم، بس مش مشكلة. input x يعني ادخل x، ممكن بدل input تقول له read او get، يعني اي كلمة، اي كلمة بتدل على انك بدك تقرأ رقم. هلا بدنا نسأل هل هذا الرقم زوجي ام فردي، لانه اذا زوجي بدنا نكتب كلمة even. even شو يعني even؟ even بالانجليزي كلمة even يعني زوجي، وodd يعني فردي. فاحنا هلأ بدنا نفهم الكمبيوتر انه بيقرأ رقم من المستخدم، فاذا طلع الرقم زوجي نطبع كلمة even، اذا طلع فردي نطبع كلمة odd. وكيف نفهمه انه يشيك على الرقم اذا زوجي او فردي؟ طبعا احنا هذا اخذناه بالمحاضرة وكله، بس بدي ارجع اعيده. بدنا نقول طبعا ليش استخدمت المعين، عشان ايش؟ ليش استخدمت المعين؟ عشان السؤال. طبعا معين اشي من الاخر. خلينا نظبطه. معين عشان السؤال، فعشان هيك لازم اكتبه معين. بدي اقول له if x، اذا هذا الرقم اللي احنا قرأناه باقي قسمه تاع 2 0، شو يعني باقي قسمه تاع 2؟ if x mod 2، if x mod 2 يساوي 0. لما تيجي تقسم الرقم، اذا طلع اذا قسمت الرقم وضل الباقي 0 على 2، يعني اذا قسمت الرقم ضل باقي قسمته على 2 0، معناها هذا الرقم زوجي. كيف يعني؟ يعني يا جماعه لما اجي احكي لك رقم زي 4، هذا 4 زوجي ولا فردي؟ زوجي. ليش زوجي؟ لانه لما تيجي تقسمه على 2، 4 تقسيم 2 2، قد ايه بضل؟ 0. بس مثلا رقم زي 5، 5 هذا فردي. ليه؟ لانه لما تيجي تقسم 5 على 2، يعني عندك 5 تفاحات قسمتها على 2، كل واحد رح ياخذ تفاحتين تفاحتين، رح يضل معك واحد. يعني باقي قسمة الرقم الزوجي على 2 0، وباقي قسمة الرقم الفردي على 2 ايش؟ 1. فطبعا بحكي لك اف اكس مود 2 يساوي 0، في عندك حالتين، حالة اليس وحالة النو. هلا اذا اكس مود 2 يساوي 0، اذا هذا زوجي. كيف بدي احكي له زوجي؟ بدي احكي له print اطبع كلمة زوجي، بغلب الماوس واحنا نكتب فيه. احسن اشي الواحد يكون عنده صراحة كمبيوتر تاتش، ف للأسف الكمبيوتر عندي مش تاتش. even كلمة even، ولأنها كلمة لازم احطها بين quotation، واذا no راح احكي له print odd. احكي له print كلمة odd، print odd، odd يعني ايش؟ odd، odd يعني فردي، odd هي، ماشي؟ طيب هنا احنا عملنا odd و even، وبعدين بسكر. طبعا هاي selection مش looping، بسكرهم مع بعض وبعمل end. طبعا ال end يا شباب صبايا انتوا عارفين لانها end، هاي بشكل بيضوي. طبعا المطلوب انه اعملها على شكل سيدو كود. لاحظ انه قبل ما اعملها خلينا نشوفها، بلشنا قرأنا رقم، شيكنا عليه اذا كان الرقم من يقبل قسمة على 2 بدون باقي فاذا هو even يعني زوجي، واذا لا فهو odd. طبعا هنا اذا بتلاحظ انه جميع الاجابات لم تبدأ في start، فخلينا نشوف اذا بدنا نترجمها لسيدو كود. يعني اذا حبينا نترجمها لسيدو كود بدون ستارت، هو ما بدوش ستارت، يعني مش الجواب لنبدا ابوف زي ما في طلاب فكروا، لا الجواب مش لنبدا ابوف. هنتقول واحد ستارت، هي دائما نعتبرها ستارت الواحد، بس لانه الجوابات كلهم ما فيها ستارت، فابدا من انبوت اكس. انبوت اكس هو الخيار الاول، بعدين بدك تعمل هاي. طبعا اذا اعتبرنا انه الستارت مش هي الخطوه الاولى، بنعتبر هاي الخطوه الاولى، بنعتبر هاي كلها خطوه رقم 2. ما بصير طبعا بدون الاند اوف كورس، ما بصير تفصل اليس عن النو، ممنوع تفصل اليس عن النو. فكيف بدنا نعمل؟ اليس والنو هي وحده واحد زي بيت كبير. نقول له اف
اكس مود 2 يساوي صفر، الياس بصير اسمها then. then ايش؟ then print even. else print ممنوع منعا باتا تفصل الياس عن النو، وطالما في اشياء على الياس وفي اشياء على النو فلازم تحط الاشياء اللي بالياس print even والاشياء بالنو print odd، ما بصير تفصل الياس عن النو. هلا لو كانت النو فاضيه مش لازم تحط else اصلا، اذا كانت النو فاضيه يعني اذا ما كان هذا الشيء موجود، يعني اذا كان هيك، اذا كان الوضع هيك هيك فبتحط if x اكبر من if x مود 2 يساوي صفر then print even وخلص، خطوه رقم 3 end وخلص. بس الوضع ما كان هيك، الوضع كان هيك، فعشان هيك بتقول if x مود 2 يساوي صفر then print even else print odd. وغلط تماما انه تفصل ال else وتحط else، يعني غلط تحط else خطوه لحال، ممنوع. واحنا باللوبينج حكينا انه ممكن تفصل هاي تعملها خطوه بس تقيم إلس، هذه باللوبينج. كيف باللوبينج؟ يعني لما تكون الذن فيها جو تو، بس لما يكون الذن فيها جو تو، اما باللوبينج بس. اما هاي مش لوبينج، هاي سلكشن، فممنوع تفصل الياس عن النو اذا كان في اشياء على النو، ممنوع. فطيب اذا مين الجواب الصح؟ لو تقارن رح تلاقي انه هاي غلط، لانه هاي print x is odd، هذه حاططها print odd حاططها بخطوة لحال، معنات هذا الكلام انه وكأنه ماسك هذه، وكأنه ماسك print odd حاططها هون، وهذا غلط الكلام، print odd فقط بالنو. وهاي طبعا غلط كمان لانه عامل لك print x is even برضو غلط. فالجواب طبعا هو هذا بيشبه كثير جوابنا، وهذا اصلا هو جوابنا، يعني هو يعني هذا الجواب هو السي أكيد. طيب في عنا هلأ خلصنا الأسئلة الدوائر، في عنا سؤال، لا ما خلصنا الدوائر، في عنا سؤال واحدة arithmetic expression واحدة logical expression اللي هو تعبير حسابي، عملية حسابية وعملية منطقية، راح نحله أنا وياكم مع بعض. طبعا أول واحدة هي عملية حسابية، فالعملية الحسابية اتفقنا إنه هي عملية بيكون فيها أرقام وبيكون فيها عمليات حسابية. هلا x تساوي كذا كذا، x تساوي هذه لأنها جملة تعيين، يعني متغير يساوي وهذا كله تعبير حسابي. فانا هو بدي انا هلا بدي امسك التعبير الحسابي واشتغل فيه، يعني هو هذا التعبير بدي امسكه واشتغل فيه. فاكس تساوي هاي بعد ما اخلص كل التعبير واحله بدي اعطيها لاكس تساوي، فاكس تساوي هون يعني حتى لو مش موجوده مش مهمه، يعني انا اهم شيء تعرف انه هذا اسمه تعبير حسابي. وفي عندنا ثلاث انواع من التعابير، في حسابي، في منطقي، في علاقات. بس هذا التعبير حسابي ليه؟ لانه ما في علاقات. كيف يعني ما في؟ يعني فيش في اكبر واصغر، ولا كمان هو منطقي لانه ما في اند اور ونط. فهذا السؤال تعبير حسابي لانه في ارقام وفي عمليات حسابيه. قبل ما نبلش راح اذكركم في الاولويات. الاولويات دائما بتكون للاقواس، بيتبعها الاسس، ثم الضرب والقسمه، ثم المد، واخيرا الجمع والطرح، وبناء عليه نشتغل. اوكي طيب هلا يلا بنبلش. الاولويه يا شباب صبايا دائما لمين؟ للاقواس. بنلاحظ انه في عندنا اقواس هيها، بنلاحظ انه الاقواس نفسها فيها داخلها اقواس كمان، بنلاحظ انه في عندنا اقواس ونفس الاقواس في بداخلها ايضا اقواس. فبنروح بنحل السؤال من خلال القوس الداخلي. يلا بس تتحملونا هون بدنا نشيل هاي. طيب اذا ايش بدنا نعمل؟ الثلاثة اس ثلاثة تقسيم ثلاثة، الاولوية لمين؟ طبعا زي ما احنا شايفين انه الاولوية اكيد هي لل اس، الاس اقوى من القسمة مثلا، فثلاثة اس ثلاثة رح تتنفذ بالبداية. اوكي 3 أس 3 رح تتنفذ في البداية، ف 3 أس 3 قديش؟ 3 أس 3 9، شو 3 أس 3؟ 3 أس 3 يعني 3 ضرب 3 ضرب 3، شو يعني 3 ضرب 3 ضرب 3؟ يعني 27، انتبه انتبه،
وعم تتلخبط. 3 أس 3 مش 3 ضرب 3، 3 ضرب 3 9، بس 3 أس 3 يعني 3 ضرب 3 ضرب 3، ف 3 ضرب 3 ضرب 3 هي 27، يعني 9 ب 3 27. لسه ما خلصنا القوس فبدنا نعمله 27 تقسيم 3 9. هيك خلصنا القوس الداخلي. طالما خلصنا بنشيل الأقواس، بصفي عنا هالأسري، بصفي عنا لسه ضل عنا هذا القوس ما خلص. طبعا هذا القوس أول إشي بتنفذ الضرب، بعدين بتنفذ الزائد، فبنروح بننفذ الضرب. يلا 9 ضرب 9 ضرب 2 18، والأولوية طبعا 18 زائد 4. لسه ما خلصناها، بعد أنا كل ما قاعدة بعمل بنزل الأولويات لتحت، بس مش مش 18 زائد 4 اللي هي قديش؟ 22. هيك خلصنا وما فيش داعي للأقواس، خلص. طيب هيك احنا خلصنا اوكي. خلينا نتأكد من انه كل اشي تمام. اذا احنا عملنا 9 ضرب 2 18، 18 زائد 4 عملناها 22. فهيك المسألة خلصنا الاقواس فيها. هلا الاولوية المفروض انها للاسس، اوكي. الاولوية هلا المفروض للاسس ثم للمد. اوكي ثم للمد، بعد المد الجمع والطرح. اوكي طبعا حطيناهم جنب بعض الجمع والطرح لانهم نفس الاولوية، بس بتعمل من اليسار لليمين، والضرب والقسمة نفس الاولوية بس بتعملها من اليسار لليمين. يعني بيجي بالاول بيسبق بفوز بالجمع والطرح والضرب والقسمة، لكن الجمع والطرح مع بعض هم نفس الاولوية، ضرب وقسمة مع بعض هم نفس الاولوية. الاولوية الان للاسس وما فيش اسس، فبيجي الاولوية عندنا للضرب والقسمة، فبتشوف مين جاي قبل مين. اول اشي القسمة هاي، بعدين الضرب، بعدين القسمة، بتعمل على الترتيب هذا. بالبداية 15 تقسيم 2 7 ونص، بعدين بصفي عندك 6 ضرب 3، 6 ضرب 3 18، وبعدين 18 تقسيم 2 رح تصفي عندنا 9، بس خلينا نرجع نكتبها من اول وجديد. 18 تقسيم 2 9. اوكي هلا بعد ما خلصنا الضرب والقسمة، الاولوية طبعا للمد. المد هو باقي القسمة، وباقي القسمة اخذناه. باقي القسمة هو لما تيجي تقسم الرقم قديش بضل الباقي. ف 25 مد 12 قديش؟ 25 مد 12 يا جماعة، شوفوا الطريقة، الطريقة هاي بدي اعلمكم اياها للمد، وحكيتها لطلابي بس بدي اعلمها للجميع. تمسك البسط، سوري، تمسك البسط و 25، بتفكر برقم بينك وبين حالك، شوف في رقم اصغر او يساوي 25، رقم أصغر أو يساوي 25 من مضاعفات 12. شو يعني 12؟ شوف هي شيء من مضاعفات 12 أقرب إشي ل 25، أقرب إشي ل 25 من مضاعفات 12، أصغر طبعاً 25 أو يساوي من مضاعفات 12، بتلاقي على طول إنه الرقم اللي بتفكر فيه هو 24، صح؟ هلا خذ الفرق بين 25 و 24، خذ الفرق، خذ يعني طرحهم من بعض، فالجواب أكيد هو 1. فجواب المد عنا، أوكي، جواب المد هو 1. ليش؟ لأنه 25 مد 12 لما تقسم 25 على 12 أقرب إشي هو 24، فأضل 1 من ناتج القسمة. طبعا هيك صفي عنا 1 زائد 7 ونص زائد 22 ناقص 9، تاخذ اول اشي الجمع الاول لانه اقوى من الجمع الثاني، لانه اللي بيجي بالاول هو اللي بيفوز زي ما قلنا. فواحد زائد 7 ونص هو 8 ونص، زائد 22 ناقص 9، 8 ونص زائد 22 بتصفي عنا 30 ونص، ناقص 9
30 ونص ناقص 9 بصفي جواب 21 ونص. اوكي 21 ونص، في عندنا جواب 21 ونص اللي هو دي. فبطلع الجواب دي طبعا. اذا بدكم تاخذوا سكرين شوت عن الجواب، هيو هي الجواب بالكامل. اوكي خليني اصغر شوي اذا حابين تاخذوا سكرين شوت عن الجواب. وهيك خلصنا السؤال الثالث. نيجي على السؤال الرابع. خذوا سكرين شوت، طولت يعني عشان خذوا سكرين شوت اذا بدكم كيف حليت هذا. وهلا ناخذ السؤال الرابع، والسؤال الرابع هو لوجيكال اكسبريشن ونشوف كيف نحله. طبعا الفرق بين السؤال الثالث والرابع ان السؤال الرابع ليس اريثمتيك اكسبريشن، السؤال الرابع لوجيكال، يعني مش عمليه حسابيه، هي عمليه منطقيه. كيف عرفنا انها عمليه منطقيه؟ لوجود الاند والاور والنوت. عشان في عندك اند اور نوت فهي عمليه منطقيه، فرح نحلها الان. طيب اذا هاي العمليه هي عمليه منطقيه زي ما حكينا، بنبلش فيها كالتالي. العمليات المنطقيه ما بنشتغلها مباشره، بنشتغلها على ثلاث مراحل. بنشتغلها اول شيء اريثمتيك يعني حساب. ثم اذا اول شيء بنبلش بالحساب اريثمتيك، ثم بالريليشنز اللي هم العلاقات، ثم اللوجيكال على الأولويات المنطقية. نبدأ بالحساب كالتالي. اذا بالبدايه يا شباب صبايا زي ما حكينا، بنروح بنشوف وين في عنا الاريثمتيك اكسبريشن. في عنا الاريثمتيكس يعني بنحاول نحدد وين في عنا عمليات حسابيه. عنا هي عمليه وهي عمليه تانية وهي عمليه تالتة، عنا ثلاث عمليات حسابيه لازم نشتغلهم بهاي الطريقه. طبعا اللي بيفصل عمليه عن عمليه اللي هي الاند والاور والاكبر والاصغر وهاي الامور. بنبلش بالعمليه الاولى اللي هي هذه، وبنشوف انه في عندنا مد اوكي سوري. طبعا هذه هي عمليتين وليست عمليه واحده. فدقيقه 20 مد 8 هي عمليه اوكي منفصلة عن 33 تقسيم 3، لأنه اليساوي فصلت ما بينهم. ففي عنا 20 مد 8 عملية و 33 مد 3 عملية منفصلة عنها. وفي هاي الحالة يا شباب صبايا من نبلش نشتغل واحدة واحدة، 20 مد 8 و 33 مد 3. 20 مد 8 هي زي ما اخذنا طريقتنا، بنمسك ال 20 بنفكر برقم من مضاعفات ال 8 وهي 16، وطبعا ال 16 بناخذ الفرق بينهم فبتطلع عنا الجواب 4. 20 مود 8 فهي 4. الان 33، الان ال 33 مد ال 4 دقيقه اوكي. ف 33 مد الأربعة هي 11، فصار في عنا جاوبنا 20 مد 8 وجاوبنا 33 تقسيم 3. هلا بنجاوب 900 على 9، 900 على 9 هي 100، و10 أس 2 100. فصفى عنا هيك، خلينا 10 أس 2 يعني 10 تربيع 10 بضرب 10. هيك خلصنا المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى كانت الأريثمتيك أو العمليات الحسابية. ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي العلاقات. العلاقات معناها إنه نمسك كل رقمين ونشوف العلاقة بيناتهم ونحسب كل علاقة بين كل رقمين. فخلينا نشوف أول علاقة، هي علاقة وهي في عنا كمان علاقة، وخلينا نعملهم مع بعض.
4 تساوي 11، هل 4 تساوي 11؟ فولس، الأربعة لا تساوي 11. لاحظ إذا لما نحسب العلاقات بتكون الجواب ترو أو فولس، فالفولس نكتبه F والترو نكتبه ترو T. طبعا 100 أكبر من 100 ترو، فصفى عنا إنه not false and true and not true. صفي عنا الآن العمليات المنطقية، أوكي؟ فالعمليات المنطقية خلينا نشتغلها بهاي الطريقة أيضا. عنا not و and و not و not و and و and و not، هدول هم الأشياء المنطقية اللي عندنا. بدي أذكركم بالأولويات المنطقية ومذكور هذا الكلام بالتلخيص. خليني أذكركم بالأولويات المنطقية يا شباب صبايا. لما أخذنا هذا الكلام بالتلخيص حكينا عن موضوع المنطق قبل الفلو تشارت، حكينا إنه في عندنا أولويات منطقية وهي كالتالي. طبعا الأولويات المنطقية أولا الأقواس، ثم النوت، ثم الآن، ثم الأور. حكينا دائما من نعرف في ترو ثيبل، في عنا لما يكون عنا ترو وترو نقول ترو أند ترو، فهي ترو ترو أند فولس فولس، فولس أند ترو فولس، وفولس أند فولس فولس. بينما الأور تقول ترو أور ترو، ترو ترو أور فولس ترو، فولس أو ترو ترو، وفولس أو فولس فولس. طبعا هدول جدول اسمه جدول الحقيقة أو الترو تيبل لازم نعرفه. وبالنسبة للنوت، النوت فقط بتنفي، يعني إذا ترو بتكون نوت ترو فولس ونوت فولس ترو. وحكينا نبدأ بالحساب أريثمتيك، ثم العلاقات لوج ريليشنز، بعدين ثم المنطق حسب الأولويات، وهي هي الأولويات المنطقية. نرجع على شغلنا، نتأكد من إنه عارفين الأولويات المنطقية. الأولويات المنطقية إذا اتفقنا الأقواس، بعدين النوت، بعدين الاند، واضعف اشي طبعا الاور. ونشوف هلا كيف بدنا نشتغلها. نوت اند نوت، فالأولوية رح تكون ما فيش أقواس بالأولوية للنوت، في عند التنتين نوت. النوت هي عملية أحادية، وهذا الكلام معناتها إنها ما بتاخد النوت، النوت ما بتاخد يعني حدين، بتاخد طرف واحد من بعدها. لما يقول لك نوت فولس يعني ترو، ونوت ترو يعني فولس، أوكي؟ فبصفي عنا نوت وآند وآور، في عندك آند وآند، فالآند الأولى رح تنفذ بالبداية، الآند الأولى بالبداية. فلما نيجي نقول ترو آند ترو، ترو آند فولس بتنزل، فترو آند فولس فولس طبعا، فالجواب فولس. طبعا يا جماعة في كتير أمثلة على هذا الموضوع اللي هو الأريثمتيك إكسبرشنز واللوجيكال إكسبرشنز. اللوجيكال إكسبرشن دائما لما نحله بنحله بهاي الطريقة اللي هي طريقة أول إشي حسابات علاقات منطق، بينما العمليات الحسابية بنحلها بالطريقة اللي هي الأولويات زي ما حكينا أقواس أسس. هذا طبعا برضو في عنا الأسئلة اللي قبل. السؤال الأول بيقول لك which of the following is a data type. خليني أذكركم بهذا الموضوع سريعا سريعا جدا. ببداية الشابتر حكينا عن إشي اسمه data types أو أنواع البيانات. حكينا إنه أنواع البيانات هم أربع أنواع. فالبيانات هم أربع أنواع: integer وreal وstring وboolean. رقم صحيح اللي هو زي 2 5 10 سالب 2 سالب 1، الأرقام الصحيحة اللي ما فيش فيها كسور. والreal، الreal number الأرقام الحقيقية اللي حكينا زي 3.5 4 وربع سالب 2، بيكون فيها decimal point زي هيك. الريال نمبر زي بيكون فيها ديسيمال بوينت، وممكن يكون فيها ضرب 10 أس إشي، ضرب 10 أس 5، ضرب 10 أس سالب 9، وهكذا. وبرضو حكينا إنه في عنا السترينج، السترينج اللي هو زي هلو هاي، والبوليان زي ترو فولس، يعني الرقم الصحيح زي لما تقول واحد لما نيجي نقول مثلا واحد واحد سالب 2 مثلا 4، هذول كلهم ارقام صحيحه. اما العشر الحقيقيه زي ما تقول 2.5 ما
مثلا 6 وربع. لازم لازم يكون يا شباب صار في بوينت يعني 6 وربع هيك مثلا تقول، حتى لو سالب يعني عادي سالب مثلا، بس المهم على الشمال مش على اليمين. ومثلا لما تيجي تقول 5 ضرب 10 السالب اللي هو هذا بنحكي عنه الاكسبوننشال نوتيشن، 5 ضرب 10 أس 3 مثلا هذا ريال نمبر. اما السترينج لما نيجي نقول هلو هاي بس يكونوا بين كوتيشن، لما تيجي تقول هاي او هلو او وات ايفر بتحطها بين كوتيشن، حتى لو ما كانت كلمه يعني، حتى لو كانت رقم فمثل هيك. والبوليان هي زي ترو فولس. طيب اذا احنا في عندنا هلا بهاي الحاله بقول لك which of the following is a data type، فلو تشارت ولا سي دو كود ولا سترينج ولا سلكشن. طبعا الجواب هو سترينج، سوري الجواب هو سترينج، لانه الداتا تايبس هم 4 انواع: انتجر، ريال، بوليان وسترينج. و طبعا السترينج هو واحدة من الانواع. سلكشن هي ليست نوع داتا تايب ولا سيكونس ولا سيدو كود ولا فلو تشارت. طب which of the following assignment statement is correct؟ يعني هون برضو في حكينا عن موضوع الاسايمنت ستيتمنت بالتلخيص، تقدروا تراجعوه. والاسايمنت ستيتمنت اللي هو لما يكون في عنا variable يساوي expression، يعني يكون عنا على الشمال، على الشمال مثلا x وهو variable، وبعدين p يساوي بعدين expression. هالexpression ممكن تكون constant ثابت زي x تساوي 1 مثلا، هذا يعتبر ثابت. فالexpression ممكن يكون اوكي طيب كمان مرة variable يساوي expression، حكينا ممكن تكون expression constant variable أو mix. يعني كيف؟ يعني ممكن يكون expression ثابت أو متغير أو مزيج من ثوابت ومتغيرات. فمثلا تقول x تساوي 1، هذا لما يكون expression ثابت زي x تساوي 1. ما تقول x تساوي y، هون لما يكون الاكسبرشن متغير x تساوي y. برضو جملة تعيين، سواء حكيت x تساوي 1 او x تساوي y، بالتنتين جملة تعيين. لما تقول x تساوي y زائد 2، هذه برضو جملة تعيين بس من نوع انه mix of variable and constant. لما تقول على سبيل المثال y تساوي 1، هذه جملة تعيين بيكون فيها الاكسبرشن ثابت constant. اما تقول y تساوي 5، هاي جملة تعيين بس النوع اليمين الطرف الايمن اللي هو الاكسبرشن متغير. تقول y تساوي m زائد 1 ضرب 2 تقسيم 5، هذه لما تكون جملة تعيين الطرف الايمن فيها مزيج من ثوابت ومتغيرات. فهون السؤال اللي بيقول عنا انه which of the following assignment statement is correct، فالجواب طبعا دي. ليش؟ ليش دي الجواب؟ لانه هذه غلط، لانه المفروض variable يساوي expression، لازم يكون في اشارة مساواة وفي قبلها متغير، فهي غلط. هاي غلط لانه لازم تكون variable يساوي expression، واحنا شايفين على الطرف الايسر هذا لازم يكون variable يعني x y z مش expression. وهذا غلط لانه لازم يكون على الطرف الايسر variable واحنا هون شايفين ثابت. هذا بالنسبة للسؤال الثاني حليناه كله. اما السؤال اللي اول fill in the blanks او اكمل فراغ، data types in computer systems حكينا قبل شوي هم integer و real و string وايضا boolean، وهذا حكيناه برضو قبل شوي. اما بالنسبة للسؤال اللي بعده بقول لك the general form of the assignment statement is variable يساوي expression، وهذا هو الصيغة العامة. بقول لي اعطيني 2 examples of assignment statement، اعطيني مثالين على جملة التعيين. لما نقول y بتساوي x هاي مثال، نقول y بتساوي 1 هاي مثال. لما تقول مثلا z او sum او s تساوي x زائد y ناقص 4، هذا مثال. اما اشوف كل الطلاب عم اعطيني نفس الامثله، معناها كل الطلاب قاعدين بحلوا يعني زي بعض. طبعا السؤال دي و اي، هلا هذا السؤال هو عباره عن arithmetic
وهذا السؤال عبارة عن لوجيكال. كيف عرفت؟ عرفت انه هذا السؤال كلياته ارقام وعمليات حسابية، ضرب زائد، فبتشتغلهم على الاولويات، اول شيء اقواس ثم اسس ثم ضرب قسمة بعدين. اما هذا لوجيكال لانه في اكبر ونط وان، فهاد بتشتغله على ثلاث مراحل. اول شيء بتخلص من يعني اول شيء بتروح بتشوف وين العمليات الحسابية، فبطلع معك هاي عملية وهي عملية حسابية وهي عملية حسابية وهي عملية حسابية كمان وهي عملية حسابية. إذا بدكم إياني أحل لكم إياها خليني بسرعة أحلها. هاي هذه بتمسكها وبتحل العمليات الحسابية بالبداية، 7 × 3 = 21، 2 × 3 = 8. انتبهت 2 × 3 = 8 مش 6 × 8، 2 × 3 يعني 2 مضروبة في حالها مرتين. سوري، طبعا هذه عملية مستقلة، 2 × 3 يعني هاي عملية مستقلة، ففيها أس وفيها أقواس، فالأولوية للأقواس، لازم تنجز الأقواس بالأول. فكيف بتنجزهم؟ يعني قبل حتى الأسس، الأقواس أقوى من الأسس، فعشان هيك لازم نعمل 3 ناقص 1 اللي هو 2، بعدين بتعمل 2 × 3 يعني، بعدين تمسكها كمان مرة وبتعمل 2 × 3 = 2 × 3 اللي هي 8، فبصفي عنا الجواب. بس خلينا نمحي هدول عشان ما نلخبط. اوكي، بعدين بصفي عنا 8 + 2 لازم نعملها. ثمانية زائد 2 وهي 10. هيك خلصنا العملية الأولى. نيجي على العملية الثانية، لأنه لسه ما خلصنا الحسابات، فلازم نخلص كل الحسابات قبل ما نبلش بالعلاقات. فبنيجي 1 × 5 و5 × 1، بنعملهم هذول، خلينا نعملهم بسرعة لأنهم سهلين. 1 × 5 غير عن 5 × 1. 1 × 5 يعني 1 مضروب في حاله 5 مرات. ف1 × 5 طبعا زي ما انتم عارفين هو 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1، فالجواب 1. 5 × 1 5 مضروب في حاله مرة فهو 5. اوكي، هي خلصنا الاولى والثانية. اما اللي بعده سالب 1 تربيع، سالب 1 تربيع يعني سالب 1 بسالب 1، فطبعا الجواب رح يكون سالب 1 ضرب سالب 1 1. بس لو انه كان سالب 1 + 3 كان سالب 1 بسالب 1 بسالب 1، يعني كان سالب 3، وهون رح يكون الجواب 1. وهيك خلصنا في هاي المرحلة، كل العمليات الحسابية. ننتقل الآن على المرحلة الثانية اللي هي العلاقات. وين العلاقات عنا؟ إذا بناخذ معادلتنا بعد ما خلصنا كل العمليات الحسابية، نروح نشوف وين العلاقات اللي عندنا. فالعلاقات بنحددهم، هاي عندي، هاي عندي علاقة وهي علاقة وهي كمان علاقة وهي كمان وحدة، فبنروح بنعملهم على السريع. 21 أكبر من 11 ترو. 1 ≥ 5 ترو. 0 > 1 فولس. 6 ≥ 6 6 ما بتساوي 6 فولس. فلم يعني اذا 21 > 20 21 > 11 ترو. 1 ما بتساوي 5 ترو. 0 > 1 فولس. و6 ≥ 6 فولس، لانه 6 تساوي 6. هلا بصفي عنا بعد ما خلصنا العلاقات في هاي المرحلة، نشتغل على المنطق. المنطق نعملها على الأولويات. الأولويات هي إنك تبلش أول إشي بالأقواس، ثم and or not. يعني أول إشي نبلش فيه هو not. not false بنجاوبها مباشرة، not false هي true. بعدين بعد ما ننجزها نروح and or. الاند اقوى من الاور، فبتعمل الاند بالبداية.
true and true true. وبصفي عنا true or true or false. فبصفي الأور الأولى رح نعملها true or true، رح تكون true or true true or false، فالجواب true. طبعا هذه أنا حليتها، السؤال دي ما حليته، بس السؤال إيه حليته عشان تشوفوا إنه أول مرحلة عملتها اللي هي الحسابات، أنجزت كل الحسابات، بعدين رحت على العلاقات عملتها، بعدين المنطق. فإذا بدكم تاخذوا سكرين شوت وتأكدوا برضو، يعني لأنه أنا حليته على السريع برضو، تأكدوا إذا إن شاء الله ما يكون في خطأ، بس حليته عشان على السريع لأني استعجلت. لا خلص هون بقول لي أخيرا what are suitable words to be filled in the blanks so that the following so the, see the code will print the result of the sum of odd numbers from 1 to 10. هون بده يعني أطبع له الأرقام الفردية من 1 لـ10، مش أطبعهم، أطبع مجموعهم. وهذا بالضبط موجود، هذا السؤال بالضبط تماما موجود عندكم بالتلخيص، تقدروا تلاقوه بالتلخيص، نفس السؤال أنا جبته نفسه من التلخيص، تقدروا تشوفوه باللوبينج وقت لما شرحنا اللوبينج بالتلخيص وشرحناه بالصف كمان. هي اللوبينج وهي عبارة عن سؤال الاكزامبل 4. اكزامبل 4 اكتب خوارزمية دورانية تحسب وتطبع مجموع الأرقام الفردية من 1 لـ10. فاتبعناها يعني مشينا من 1 لـ10، بس أخذنا 1 3 5 7 9 لأنه في كل مرة كنا نزيد 2، وبعدين جمعنا 1 بعدين زائد 3 بعدين 5 7 9، طلع الجواب معنا 25. لو سمحتوا تشوفوا الحل، تشوفوا example 4 بالتلخيص شوف example 4. طبعا هنا بس في فراغات ناقصة، إنه لازم تبلش الصم بصفر، الصم دائما لازم يعني زائد count، لأنه إحنا أول إشي بلشنا العداد بواحد، فكل مرة رح نجمع أول إشي 1، العداد رح يزيد ب2 عشان يصير أول إشي 1، بعدين تزيد 3، بعدين تصير 5. هلأ بدنا نقول F لأنه بدنا نمشي بس لـ10، فبدنا نقول if counter أقل أو تساوي 10 then go to، ارجع لموضوع الصم، فبدنا نقول له go to 3. طبعا هذا هو الحل، هذا هو الحل يا شباب صبايا، اللي هو أول إشي الصم بتساوي 0. يعني هذه هي الأشياء اللي ضفتها، وضفت صم بتساوي صم زائد count وcount زائد 2 وif count أقل من 10 then go to 3. شرحناه هذا بالصف، وإذا ما كنت لو سمحتوا احضروا إعادة المحاضرات وشوفوا التلخيص مشروح بالكامل. وأنا عشان بدي إياكم تتأكدوا إنه هذا هو الحل الصحيح، حاول تعمل what is the output، اعمل ذاكرة وشاشة وشوف هل فعلا هذا الحل راح يجمع الأرقام الفردية odd. إيش يعني odd؟ هلا قبل شوي حكينا odd يعني فردي، هل فعلا راح يجمع الأرقام الفردية من 1 لـ10 وشوف. هلا الأسئلة اللي ضلت، إحنا خلصنا هيك، بس الأسئلة اللي ضلت هي على chapter 2. chapter 2 هي أسئلة نظرية، مثلا HTTPS و functions of information systems وهي أشياء نظرية. موجود تلخيصها لو سمحتوا، موجود في الـ e-learning وموجود فيديو شارح لإلها. أنا رح أنزل الحل الأسئلة الحل النموذجي على الـ e-learning اليوم، بنزله كمان يعني شوي، بدنا ننزله على الـ e-learning بتشوفوا حل هاي الأسئلة، وهي موجودة شرحها بالكامل على الـ e-learning على شكل فيديو وسلايدات. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله موفقين، good luck بالامتحان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.